ذكر الله. يكفي أن نذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الترمذي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم. خير اسم تفضيل، يعني بأفضل أعمالكم. ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. لأن ذكر الله يدور معك أينما تحركت. إذا دعوت الله فهذا ذكر، إن استغفرته فهذا ذكر، إن صليت فالصلاة ذكر، إن تلوت القرآن فالتلاوة ذكر، إن سبحته فالتسبيح ذكر، إن وحدته فالتوحيد ذكر، إن كبرته فالتكبير ذكر، إن قرأت كتاب علم من أجل أن تعرفه فقراءة الكتاب ذكر، إن دعوت إلى الله فالدعوة إلى الله ذكر، إن نصحت أخاً في الله فالنصيحة ذكر. أينما تحركت، في كل أحوالك، في حركاتك، في سكناتك، وأنت مع أهلك، وأنت وحدك، وأنت في صحة، وأنت في مرض لا سمح الله ولا قدر، وأنت في ضيق، ذكر الله يدور معك حيثما تحركت. لذلك: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. مع القرآن الكريم: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فالصلاة ذكر، أقم الصلاة لذكري، وذكر الله أكبر ما فيها. لكن الذكر ينبغي أن يكون كثيراً، لأن المنافق يذكر الله. قال تعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلاً. لذلك الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً. بل هناك بعض المقاييس التي وردت في الأثر: برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله، برئ من الكبر من حمل حاجته بيده، برئ من الشح من أدى زكاة ماله. إذاً: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً. التركيز على الكثرة، بل إن الأمر بالذكر ينصب لا على الذكر مطلقاً، بل على كثرة الذكر، بل إن الذكر قد ربطه القرآن بالفلاح، والفلاح هو النجاح، والفلاح هو الفوز، والفلاح هو التفوق. واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. والذكر متعلق بكل الأوقات. واذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي والإبكار. فمن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي.
ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح، بالعشي والإبكار. لا تعجز يا ابن آدم عن ركعتين قبل الفجر وقبل غروب الشمس، أكفك ما بينهما. والمرأة تذكر والرجل يذكر. طبعاً من بديهيات اللغة أن أي أمر وجه إلى الذين آمنوا موجه حكماً إلى المؤمنات، هذا تحت باب التغليب. ومع ذلك فقد أكد الله أن المرأة يمكن أن تكون ذاكرة في أعلى مستوى، قال تعالى: والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً كريماً. ولكن ورد في بعض الأحاديث أن أفضل الذكر الخفي، واذكر ربك في نفسك، بإمكانك أن تذكره دون أن تحرك شفتيك، واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. Allah! Allah! Allah!